رحلة تطور تخزين المعلومات. إن عملية جمع وتوثيق المعرفة والمعلومة عمرها من عمر الحضارة البشرية، وقد عثر علماء الآثار على ما يقارب 30,000 من الألواح الطينية عمرها أكثر من 5,000 عام، ربما شكلت أول عملية توثيق وأرشفة في التاريخ، بالإضافة إلى مخطوطات من ورق البردة تعود ل2000 عام قبل الميلاد. السومريون وأبناء حضارة ما بين النهرين كانوا من أوائل من سعى إلى توثيق وتخزين المعلومات في الألفية الثالثة قبل الميلاد، إدراكاً منهم لأهمية هذا الأمر في بناء وتطوير المجتمع، وتبعهم في ذلك البابليون والمصريون القدماء واليونانيون. وخلال العصر الإسلامي رعت الجوامع العديد من المكتبات العامة التي كان من ضمن موجوداتها وثائق وكتب ومؤلفات لعلماء ورواد من مختلف الديانات الأخرى. وكنتيجة للتقدم والاهتمام المستمر في تخزين وحفظ المعلومات، تطورت المكتبة التقليدية إلى مراكز عصرية إلكترونية تؤرشف وتخزن المعلومة رقمياً، وقد عرف هذا الأمر باسم مركز المعلومات، وهو مصطلح انطلق مع بداية انتشار استخدام الكمبيوتر الشخصي في 80s. اليوم يستخدم هذا المصطلح لأي مصدر للمعلومات كما يدل الاسم. إن عملية الأرشفة وتخزين المعلومات هي علم يتطلب الكثير من المهارة، وخصوصاً مع ظهور التقنيات الحديثة من إدارة الوثائق إلكترونياً والتخزين الرقمي. هذا الأمر يتطلب كوادر وعاملين على درجة كبيرة من الوعي والمهارة. وحتى في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة، فإن عملية الأرشفة ما زالت غير قادرة على الاستغناء عن تدخل اليد البشرية الماهرة لإتمام أعمالها. إننا مدينون بمعرفتنا لتاريخنا وحضارتنا الإنسانية لهؤلاء القادة والعلماء والمؤرخين الذين حرصوا على تخزين المعلومات ووضعها في إطار يسهل على الأجيال اللاحقة فهمها والبناء عليها. ولولا هؤلاء الأشخاص لضاع الكثير من المعلومات التي ساهمت في تطور البشرية، مما يؤكد أهمية تأهيل وإعداد العناصر البشرية العاملة في هذا المجال.